الكنيسة ترنم هي خدمة من خدمات رابطة الإنجليين، ورابطة الإنجليين هي الزراع الروحي للطائفة الإنجليزية في مصر، وتحت رابطة الإنجليين حوالي 110 خدمة منهم الكنيسة ترنم. وأنا كنت بفكر في الدقائق القليلة أتكلم عن الكنيسة ترنم، وبقول أن الإصلاح الإنجيلي في العالم هو الحاضن للفن والإبداع. الإصلاح الإنجيلي حرر العقول، ولم يحررها إلا بالعودة إلى كلمة الله، ومن خلال قراءة جديدة وعميقة وفهم عميق لكلمة الله قدم الإصلاح الإنجيلي تجربة في الحرية. هذه التجربة قادت للإبداع. الإبداع لا يولد مع الخوف، والقيود تحطم كل إمكانية في التقدم، والحرية هي التي تفجر الطاقات، وهي التي تعطي مساحات جديدة. هكذا كان القصد من بداية الخليقة، أن يكون الإنسان مبدعا كبلته قيود الزمن والخطية. وفي الحرية هناك آمال جديدة ومساحات جديدة وفهم جديد. وعلامات الألم والحزن موجودة عليك، كان عندي فهمت، ومع ذلك نظرت إلى عينيك ونظرت بعمق إليك، فكانت مرحلان وحب لم أره من قبل ولم أعتاده يا رب. إنك مت لأجلنا نحن البشر، لكي نعيش نحن، ولكي تصلب أنت وتخلصنا وتنقذنا من عارنا ومن كل خطايانا. سيدي، نظرت إليك مرة أخرى وانهادني الرعب المخيف، وتفتحت عيناي فرأيت حبا لم أره من قبل.